بيك يا وائل اهلا بيك استاذ حبيبي، مفيد، عاوز احط قدامك اتفضل. مجموعة ملاحظات لها اهميتها. اتفضل. الملاحظة الاولى انه العزيزة شنجا لها كل الاحترام وكل العلم وكل الصداقة وكل الاخوة تربطها بسعاد انها تحاول ترد على السؤال الخالد، هل قتلت أم أنها، مش عايز أقول انتحرت، أنا عايز أقول سقطت مغشية عليها في الشارع مثلما حدث للفنان صلاح جاهين من كثرة الحاجات اللي كان بياخدها صلاح وكانت بتاخدها سعاد، كثرة الأشياء الطبية الغير مفيدة على الإطلاق. الأغرب من هذا إن الأستاذ أكرم السعداني لما سافر لندن حكى لي وقال لي إن سعاد على الأرض شيء طبيعي تماما، مفيش أي حاجة فيها. الأخطر إنه شقيق الأستاذة نجاة الصغيرة أيضا سافر وراح، بل شافها في المشرحة وقال لي يا أستاذ مفيد جسمها بالكامل. قلت له ده أبسط شيء، إن لما واحدة تقع هكذا من الدور الثالث بالطريقة التقليدية اللي بيلقى فيها الفنان من فوق زي حوادث سابقة، ده ينزل مفتفت، يعني لا يمكن حاجة منه تستنى، على الأقل دماغه تتحول إلى شيء يعني بعيد عنك لا توصف، ومع ذلك كانت في حالة طبيعية تماما. التصور عند جانجا انه في مسؤولين واقفين على هذه العملية، قيل انه بعض الناس كلفتهم سعاد انهم يكتبوا حاجات هي تعرف تقولها، يعني هؤلاء الاشخاص يعرفوا يقولوها لكن سعاد لا تجيد الكتابة، لأن سعاد تقدر تحكي أكتر مما اعترض بس على تتكلم. الكلمة دي يا أستاذ مفيد، يعني إيه لا هي تجيد الكتابة؟ سعاد اعترض، معلش معلش حريصة معلش، على إنها تتكلم لا بتكتب وخطها جميل بكتابها جدا وبتكتب كويس جدا وتعرف تكتب اللي هي عايزة تقوله. أكبر هيئة بريطانية في أمريكا في لندن أفادت الموضوع ولم تستطع أن تعرف على الإطلاق إيه الحقيقة اللي وصلت إليها. يعني سكوتلاند يارد قفل الموضوع بدليل انه قفلوا، وده اكبر هيئة عالمية تملك ان تقول كلمة، قفلتها بمعنى انها لم تستطع ان تصل الى قرار قاطع ساطع بمناسبة الجواز. ولم لا يعني نفضل نسمع بس لا هسمعها طبعا. هناك رغبة يعني غريبة. طب يعني استاذ، يعني كل القضايا والناس اللي اتقتلوا في لندن سكوتلاند يارد حلت ولا قضية منهم؟ اتعلموا ستامب شوية يا وائل. لا انت طيب هتعلمني القلم. طيب استاذ الدرجة، بس لو سمحت لو ما سمحت يصحش بقى، ما يهمش، بس هو اصل الاستاذ مفيد على التليفون، احنا هنا في الاستوديو. طب ما اقعد يسترسل، انا عايز طيب ارد لا بقى. ما هيرد، ممكن بس حضرتك تسجلي اهو بعض النقاط لا ما في كلام، لازم الواحد يوقفه، طيب ما ينفعش طيب يتقال طيب كده. هي عند انا اعترض طبعا الكلام ده. استاذ مفيد اتفضل. طب هيخلص استاذ مفيد وعلقي، اتفضل. يعني لا تجيد الكتاب، يعني ايه لا تجيد الكتاب؟ خلاص، ما حضرتك هتقولي انها تجيد الكتابه و يعني ايه المقصود؟ طيب يعني بالمعنى ايه المعنى طيب ده؟ ينتهي بس الاستاذ مفيد فوزي من كلامه علشان ما يحصلش تداخل، المشاهد مش هيستمع والله. طبيعي. طب انا ممكن ما ردش خالص. اتفضل. وهو ايضا زجاج جواز في الدره، يعني جواز عرفي عرفي عاشه عبد الحليم حافظ، فكنا قريبين منه جدا المرحوم وجدي الحكيم وانا، وفي بعض الاحوال الاستاذ كمال الطويل، لكن العيله، ودعني اقول لك كلام شديد الصراحه لاول مره، العيله بتبص لسعاد نظره دونيه، وده بان قوي في شبهه كلام العزيز الشاب
الفنان محمد شبانه ابن شقيق عبد الحليم حافظ. يعني في نظره دونيه كده لسعاد. سعاد دي مفخره لهذه البلد. انا بقى عايز اوصل لقرار نهائي. الكتاب بتاع مانو سانجا يطلع خير وبركه يعرفه الناس. ما طلعش هياخد شهره اكتر اذا كان فيه هناك من يريد عدم الاذاعه او عدم النشر. الشابه الجميله اللي قاعده قدام حضرتك انبسطت من الكتاب لانه ده كتاب بيست سيلر اكيد. كتاب إيه؟ ما كتاب في حياه سعاد حسني ناس تحب تعرفه. ولكن المشكله الحقيقيه بقى انه ينبغي ان ينظر لسعاد حسني على فنها العظيم الذي امتعت به الناس. طبعا. أما عفوا النخربه في كيف قتلت وكيف سفكت وكيف وكيف وكيف، انا بعتقد ان ده حرام بالنسبه لفنانه استطاعت ان تكون الفنانه الاولى الحقيقيه في هذه البلد فنا وغناء ورقصا. ثم كان هذا هو المصير. لا مانع ان شانزا تكمل مشروعها المغامر، لا مانع، ولا مانع انها تدرك انه اي كلام يكتب عن الفنانه بيكتب بحب حتى ولو كان في بعض الاشواك. لانه الفنان ده ايه؟ فنان يا وائل لابد يعني ما دام طلع للحياه وبقى على المسرح، هو طلع لمسرح الشوك. الفنان ده يطلع لمسرح الشوك. اما هذه الانسانه فقد عشقتها مصر وسكنت في وجدان الناس في مصر. فانا رايي انه الاشاره للكتاب والا يرجى ان ان ضد منع نشر الكتاب لسبب او ما. يا ريت يا ريت الكتاب يطلع وتكون فيه حقائق، ما تبقاش فيه مجرد اشياء مرسله ومموهه يأذي اكثر سعاد حسني. اما سعاد حسني فساذكر التاريخ انه لم يبقى منها سوى فنها المعطاء، سوى عظمتها كفنانه، سوى انها ايقونه حقيقيه تسكن الفن المصري. لكن ما فيش ما يمنع يا استاذ مفيد انه العائله، اي عائله تهتم وتبحث اذا كان لديها هذا اليقين. يعني انا ما قلتش لا بمقتل سعاد، لا اذا عندهم هذا اليقين. أنا مش عندي اليقين، أنا نعم. عندي الدليل. طب خلينا أسمع مدام جانجا ونتبادل الحوار. يعني يا ريت يا ريت سكوتلاند يارد يبقى عنده خبر أيضا بده. يا ريت. طيب. والله. طيب عايز حضرتك الأستاذ مفيد فوزي بيقول. لا مش هرد على أي حاجة على الأستاذ مفيد. بعد الكتاب ما ينزل وتقروه إن شاء الله. هتعرفوا اذا كنت على حق ولا على باطل. سعاد بتجيد الكتابه وخطها حلو يعني. خططت بس بخطها يا فندم عند حضرتك. يعني انا الكلمه ما تتقالش كده، حتى لو هو بيقول ان هي تجدش الكتابه بان هي تسترسل وتعمل حدوته وحكايه في كتاب او في قصه، عشان كده ما كتبتش. في ناس حكايه اكثر من الكتاب، يعني تجيد لا هي فن الحكي وتجيد ده. هي تجيد ده، هي انا قصدي وانا عارفه ان هي تجيد ايه ولا ما تجيدش ايه، وخطها هايل وقطعها تشوفوه الكتاب. طيب في احتمال الاستاذ مفيد بيرجحه يعني انها لا قتلت ولا انتحرت، ولكن سقطت مغشيا عليها بسبب الادويه اللي بياخدها اي حد وهو مكتئب. والله يعني. تقرير الطب الشرعي اللي طلع من لندن بعد الحادثه بعد القتل يعني ما قالش ان في ادويه يعني بالدرجه اللي حضرتك بتقولها او الاستاذ مفيد بيقولها. بس ما قالش كمان ان في قتل او في دفع باليد. ما عندوش هو حاجات كتير حصلت هناك وانا بوضحها في الكتاب، وفي تواطؤ واضح وهوضحه لك وباين. طيب استاذ مفيد انا مستوقفني وبعدين بس يا استاذ وائل قبل ما تسال استاذ مفيد اساله على الناس اللي ماتت هناك. اسكتلندي يارد ما عرفتش ليه ان هم اتقتلوا ازاي؟
مش معنى تسيبوا سعاد حسني على جنب كده وشوف بقى بقيه الناس اللي اتقتلت هناك، اشرف مروان، ليسي ناصف، علي شفيق، هتقول حضرتك ايه عليهم بقى؟ اتقتلوا سياسيا؟ هي بتتكلم عن لغز عدد كبير من الشخصيات التي قتلت في لندن، بعضهم من نفس المكان يا فندم، وكلهم معظمهم دفعا من البلكونه. يعني استاذ مفيد، يعني هل تتصور، هل تتصور ان هناك شخصيات سياديه حاولت قتل سعاد حسني حتى لا تصل معلومات؟ الرد على السؤال يا استاذ، انا ما بتكلمش عن سعاد حسني. هل معقول؟ انا ما بتكلمش عن سعاد حسني. هو بيسال سؤالا هل انا ما سالتش السؤال كده، انا سالت السؤال. هو بيقول اسكتلاند يارد اللي هي العالميه اللي واخده سمعه عالميه ان هي مش هتقدر تعرف اذا كان سعاد حسني انتحرت ولا اتقتلت. طيب سيبك من سعاد حسني خالص ونشوف الناس اللي اتقتلوا في لندن بنفس الاسلوب. اسكتلاند يارد دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ تزوائل، تزوائل. عملت ايه في الليسي ناصف؟ ايوه يا استاذ مفيد. عملت ايه مع علي شفيق؟ عملت ايه مع اشرف مروان وغيرهم؟ طيب. وناس كتير تانية. اتفضل يا استاذ مفيد، اتفضل. في شخصية اسمها نادية يوسفي. ما حدش توقف عنها كثيرا. والذي اعلمه، الذي اعلمه ان بين نادية وسعاد حسني شبت مشاجره كبيره فظيعه كانت لها اثر سيء على سعاد لانها بهتت منها. وهناك احتمال كبير انه نادية يسري دفعت نادية يسري، لان الفنانه نادية يسري موجوده. يعني ملهاش نادية يسري هي صاحبه السؤال الحائر. نعم، وعلامه الاستفهام الغائره. نعم، التي بكت عندما جاءت مصر علشان خاطر يعني تستثير العاطفه. لكن انا ادرك ان نادية يسري كانت وراء شيء خطير تعرضت من اجله سعاد حسني لهذا المصير الذي جرى. ما هو يعني ربما تتفق في ذلك مع مدام جنجايه، بتركز على لغز نادية يسري ايضا يعني. نعم نعم. طيب استاذ مفيد، بس انت كمان كنت اكدت زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ، ومحمد شبانه بيقول ثم تراجعت بعد ذلك، هل ده صحيح؟ أنا اتراجع، انا حضرت انا حضرت الزواج، انا حضرت الزواج ولم اتراجع. واللي كان معايا محمد شبانه الكبير، اخو ابو عبد الحليم، ابو عبد الحليم الصغير، يعني حضرته. يعني شفت وجد الحكيم قال لي تعالى معايا نحضر. انا ليس من حقي ان اكون شاهدا، لكن وجد الحكيم ويوسف بيه وهبي من حقهم، وتم هذا. طيب وهل ده كان سنه 1960؟ قدمتها شنجا صحيحه 100%. لا يعني الوثيقه صحيحه؟ دي اول مره بتطلع على الشاشه، اول مره يا وائل بتطلع على الشاشه. طيب هي الحقيقه اختصتنا بهذه الوثيقه، انت بتقول انها صحيحه 100%. صحيحه 100%. والشهود يوسف عبد الله وهبي الفنان الكبير راح. نعم. يوسف ووجد الحكيم. وهل شيخ الازهر وقع على الزواج؟ لا، دي الورقه بعد ما بتخلص من هذا العمل بتروح المشيخه. هو مضاعف المشيخه. بتروح المشيخه مش بتاعتها. يعني الشيخ الازهر غير موجود، الموجود مأذون عادي. مأذون عادي. عادي. واتذكر جيدا انه طلب يتصور مع عبد الحليم. المأذون. نعم. لان انا كنت واقف مع وجد الحكيم. طب يبقى انت حضرتك بتؤكد وثيقه الزواج اللي طلعناها على الشاشه واللي اختصتنا بها السيده جنجان.
عايز اخد بس من كلام حضرتك قبل ما اكمل، انت بتقول ليه ان اسره عبد الحليم حافظ كانت عندها او بتنظر الى سعاد حسني نظره دونيه، يعني اللي هي النظره التقليديه للبنت لما بتمثل يعني، ولا ايه؟ عزيزي وائل، بيت عبد الحليم حافظ بيت محافظ شديد المحافظه، ارجو ان اضع نقط فوق الحروف بعد ان مضت السنين. بيت محافظ جدا، ورؤيته لسعاد انها عفوا لعبيه، وانا بقول لك ده، لكن عبد الحليم حافظ كان من فرض عشقه لسعاد حسني يبعت عبد الفتاح السواق شارع في وسط البلد علشان خاطر يجيب له ارقام السيارات الموجودة هناك اللي موجودة في سهرة في بيت السيدة زهرة العلا، موجودة فيها سعاد، عشان يعرف مين الاشخاص اللي حواليه. هذه غيرة لم ارى مثلها مثيلا. قدام عبد الحليم ورقة فيها ارقام سيارات، هكذا الحب، حب عبد الحليم حافظ للسندريلا كان هكذا، وكان يعاتبها في اليوم التالي مين اللي كان موجود، ويزعل لما تنخفل اسم او ما تذكرش اسم. حبوا بعض وليس، وكان لما يجي من السودان اول بيت يروحوا بيت سعاد حسني، وكانت بعض السيناريوهات تخليها لغاية ما يجي ويعرضها، تعرضها عليه يقول لها ده بلاش وده كويس، وشارك في بعض اختياراتها. هذا يعني يا ناس عشنا، ومش لوحدي انا وكمال الطويل ووجد الحكيم، هو اكد كمال يعني حاجة عشناها. بتقولي كمال الطويل اكد الزواج؟ اكد تماما القصه، وهو كان يعلم ذلك. طيب انت بس متحفظ على كلمه لعبيه، هو بيقولها في سياق انه مفهوم الاسره التقليديه المحافظه اللعبيه، يعني ما هو بيقول لك سعاد حسني مفخره يعني، فتمسكي يعني هتفهم الكلام غلط يا استاذ وائل، برضه ما ينفعش يتقال في السياق كده، يعني اهله مش موافقين عليها كان عشان يعني ايه لعبيه، يعني الاستاذ مفيد يقول سعاد حسني مفخره، فتسيبي ده وبعدين يعني وبعدين طب ما انا اقول كلمه اطلعها فوق واقول كلمه انزلها تحت ازاي بس يا استاذ؟ النظره التقليديه عند عائله محافظه، وبيقول ان عائله محافظه ايه يعني ايه كلمه لعبيه، انت حضرتك ترجمها ازاي؟ هما بيبصوا كده، في ناس بتشوف ان البنت اللي بتمثل حتى بس يا استاذ وائل الكلمه تتقال. عموما مش قضيه استاذ مفيد فوزي، انا بشكر حضرتك.